واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق عدة في قطاع غزة من بيت لاهية شمالا حتى رفح الفلسطينية جنوبه، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، وذلك في اليوم 26 بعد 200 من الحرب. استهدف طيران الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي على منطقة الشيخ زايد وبلدة بيت لاهية. استشهد 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في غارة جوية من طائرة حربية على منزل بحي تفاح شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة. كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون في قصف على مدرسة تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.